تعالى اسألك سؤال يبدو ان هو سهل، بس هو مش سهل خالص. ازاي تعمل الحسبة البسيطة دي؟ طبعا هتقولي الأولوية للضرب وبعد كده الجمع، عشان كده الناتج هيطلع لنا في الآخر 7، وكلامك صح. بس ازاي بقى الكومبايلر هينفذ العملية دي؟ الفرق بينك وبين الكومبايلر ان انت قدرت تدخل في النص مباشرة وتبدأ بنظرة عين كده تشوف الأولويات الحسابية عندك ازاي، بس الكومبايلر ما بيشتغلش كده. الكومبايلر بياخدها واحدة واحدة من الشمال لليمين، يعني هيبتدي يشوف أول رقم اللي هو 1، بعد كده هيشوف أول عملية اللي هي بلس. ليه بقى هنا في اللحظة دي هياخد قرار ان هو ينفذ العملية، ولا يستنى شوية عشان يشوف لو في حاجة تانية ليها أولوية أكتر؟ بعد كده هيبدأ يمشي تاني، وبعد كده هيلاقي هنا برضو في عملية تانية حسابية. برضو هنا بناء على إيه هياخد قرار إن هو يبدأ ينفذ العملية دي، ولا يستنى كمان شوية عشان يشوف لو في أولوية تانية؟ طبعا العملية الحسابية دي ممكن يكون ليها بواقي. عايزين نشوف بقى الكومبايلر بيبتدي يفكر إزاي عشان يحل المسألة دي واحدة واحدة كده. الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها إنك بتدخل كده من النص، اسمها انفكس. لكن الطريقة اللي الكومبايلر بيشتغل بيها بيبقى اسمها بوست فيكس. هنشوف بقى ازاي البوست فيكس دي الكومبايلر بيعملها ازاي. اول حاجة الكومبايلر بيستخدم حاجة اسمها ستاك. الستاك ده زيه زي الكيو بالظبط، عبارة عن لستة او قائمة او طابور من الاليمنتس، بس الفرق ما بينهم ان الكيو ده او الطابور زيه زي اي طابور كده انت بتقف في اي مصلحه حكوميه. اول واحد بيدخل الطابور طبيعي هو اول واحد بيخلص وبيمشي، يعني الفيرست ان فيرست اوت. الستاك عكسه بالظبط، اخر واحد بيدخل الستاك هو اول واحد بيمشي. تقدر تعتبر الموضوع ده زي مجموعه اوراق انت عمال ترصها فوق بعض فوق بعض، فغالبا هتبتدي تسحب اخر ورقه من فوق اللي انت حطيتها، يعني اخر حاجه دخلت هي اول حاجه هتخرج. last in first out، ده الفرق بين الستاك والكيو. احنا هنا هنستخدم الستاك عشان نبدأ نخزن فيه الداتا بتاعتنا واحدة واحدة. تخيل ان ده الستاك بتاعنا، وطبعا انت بتبص للستاك على ان هو مجموعة ورق مرصوصة فوق بعضها، عمالين نرص ورق وبعد كده ايه بنسحب، لما بنيجي نسحب بنسحب من فوق لتحت وهكذا. الكومبايلر هيبدأ الأول يحول الانفكس سينتكس ده لبوست فيكس. يعني ايه بوست فيكس اصلا؟ بص يا سيدي، احنا غالبا لما بنيجي نعمل اي عمليه حسابيه انت بتاخد كل رقمين بتجمعهم مع بعض الاول. يعني انا لو عندي 1 + 2 + 3 فغالبا انت هتاخد 1 + 2 الاول، تمام، تطلع الناتج بتاعهم اللي هو ب3، بعد كده بتاخده مع يعني بتاخد رقمين رقمين بتاخده مع اللي بعده وتجمعهم اللي هم 3 + 3 بيساوي 6. فالعمليه دي احنا بنحسبها بالراحه كده، بتاخد كل رقمين لوحدهم بتشوف الحسبة بتاعتهم كام، وبعد كده بتاخد الناتج من هنا على الناتج من هنا، بقوا عبارة عن رقمين تانيين، بتشوف بقى الحسبة ما بينهم ازاي. الكومبايلر بقى يا سيدي او البوست فيكس، قبل بقى ما بنبدأ نحل احنا بنحول الاول صيغة الانفكس البوست فيكس. البوست فيكس احنا بناخد كل رقمين بنحطهم جنب بعض وجنب منهم العلامة اللي هنشتغل عليها، والكلام ده بنمشي بقى بالترتيب حسب الاولويات، بحيث الكومبايلر لما يجي يشتغل بيدخل بقى من الشمال لليمين ما بيقفش، اللي بيلاقيه في سكته على طول بيبدأ يعمل الحسبة على طول. دي فكرة البوست فيكس. فاحنا عندنا هنا الـ2 في 3 هي الاولوية، عشان الضرب طبعا هو اللي ليه اعلى اولوية في حدود المسألة بتاعتنا دي. فهنقول ان 2 في 3 دي عبارة عن 2 و3 بينهم علامة ضرب. دي كده صيغة البوست فيكس. يعني الانفكس بنقول 2 في 3، فانا بدخل كده في النص الاول علشان اشوف ايه العلامة، وبعد كده بشوف ايه اللي على شمالها وايه اللي على يمينها. دي طريقة اسمها انفكس، يعني انا بدخل الاول ايه في النص. لكن لما بقول 2 و3 وبينهم علامة ضرب، الكومبايلر بقى بيمشي كده، تمام، اول ما بيشوف العلامة اللي هي علامة الضرب بيبدأ يرجع خطوتين يشوف ايه التو اليمنتس اللي قبلها ويبدأ ينفذ عليهم العمليات دي. برضو نفس الكلام 1 + 2 بالنسبة للكومبايلر، هو ما بيعملش كده، هو بيقول لك 1 و2 وبينهم علامة زائد، فبيفضل ماشي لغاية أول ما يشوف العلامة يشوف الرقمين اللي قبلهم بينفذ عليها العملية، يعني بيشوف الـ1 والـ2 ينفذ عليهم علامة الزائد دي. فاحنا هنا الـ2 في 3 حولناها لطريقة أو لصيغة البوست فيكس اللي هو قلنا 2 و3 وبينهم علامة ضرب. العملية دي على بعضها كده اللي هي هتبقى 6، يبقى أنا عندي 6 و1 وبينهم علامة جمع.
تمام؟ يبقى الناتج في الآخر هيطلع لي 7. كل اللي احنا عملناه ان احنا بس غيرنا ترتيبة السنتكس بتاعت الجملة من انفكس لبوست فيكس. بس السؤال برضو هو ازاي الكومبايلر اصلا بيحول الانفكس لبوست فيكس؟ يعني احنا برضو في الاول وفي الاخر عرفنا كده بالنظر ان 2 في 3 هي اللي لها اولوية، وخدناها كده في جنب وكتبناها بطريقة البوست فيكس، وبعد كده مسكنا الواحد زائد 6 اللي هي الناتج بتاع 2 في 3 وعملناها بطريقة البوست فيكس. دلوقتي الكومبايلر لما بيجي يدخل هيلاقي الشكل ده، هيلاقي ان في واحد وبعدين في 2 و3 بينهم علامة ضرب وبعدين علامة جمع. هيعمل ايه بقى المعلم؟ هو هيمشي من الشمال لليمين طول ما هو ماشي كده، اول ما بيشوف اوبريتور بيبدأ يعمل العملية الحسابية. طبعا كل اوبريتور زي ما احنا اتفقنا بياخد الرقمين اللي قبله، عشان احنا بناخدهم رقمين رقمين، بيصفيهم مع بعض والناتج بيصفيه مع اللي قبله وهكذا. يبقى هيفضل ماشي هيلاقي واحد هيطنش، اتنين هيطنش، تلاتة هيطنش. اول اوبريتور هيقابله هو علامة الضرب، فهيقوم واخد الاوبريتور بالرقمين اللي قبله يصفيهم، هتلاقي ان الناتج 6. هياخد بقى الناتج ده، تمام؟ هيمشي هيلاقي عملية اوبريتور، يبقى هياخد الرقم ده مع الرقم اللي قبله اللي هو 1 و6 وينفذ عليهم علامة البلس. دي الطريقة اللي ازاي الكومبايلر بيحل البوست فيكس. بس ازاي بقى بيحول من انفكس لبوست فيكس؟ يبقى انا عندي عمليتين الكومبايلر بيعملهم. اول عملية بياخد الصيغة بتاعتنا اللي احنا كاتبينها عادي بيحولها لبوست فيكس، طبعا بيستخدم الستاك هنا، وبعد كده بياخد البوست فيكس بيبدأ يحلها زي ما احنا شفنا، ما بيحتاجش بقى يروح ويجي ويدور على الأولويات، هو بياخدها من الشمال لليمين على طول بتتحل. برضو دي عملية تانية. العمليتين بيستخدم فيهم الستاك، يعني هنا بيستخدم الستاك بس بيكون مهتم بالأوبرنت، وهنا بيستخدم الستاك بس بيكون مهتم بالأوبريتور. الأوبريتور اللي هو العملية الحسابية نفسها اللي هو الجمع ضرب كذا، اللي هي الساين نفسها، والأوبرنت اللي هي الأرقام اللي بتبقى حوالين الأوبريتور. في العملية الأولى هي عملية تحويل الانفكس سينتاكس البوست فيكس، دي بيستخدم السينتاكس الستاك بس بيقف عند الأوبريتورز. وبعدين العملية التانية عملية انه بياخد بقى البوست فيكس عشان يبدأ يكالكوليت، ودي برضو بيستخدم فيها الستاك بس بيكون مهتم بالاوبريتورز، يعني كل لما يشوف اوبريتور بيبدأ بقى ايه يصفي الحاجات اللي في ستاك. في العملية الاولى كل لما بيشوف اوبرند اللي هو مش اوبريتور بيبدأ يصفي الحاجات اللي في الستاك. فتعالوا نشوف العملية دي هتتحسب ازاي، هنقسمها كده للمرحلتين بتوعنا ونشوف بتتحسب ازاي. احنا قلنا ان في العمليه الاولى بيخزن الاوبريتورز جوه الستاك، فهو ماشي من الشمال لليمين طبعا زي ما احنا متعودين، هيبدا الاول يلاقي رقم فهينزله زي ما هو عشان ده مش اوبريتور، بعد كده هيلاقي اوبريتور هينزله جوه الستاك، بعد كده هيلاقي رقم فهينزله زي ما هو، بعد كده هيلاقي اوبريتور فهيسال هل الاوبريتور ده اعلى من اللي جوه الستاك ولا اقل او يساوي. فلو هو اعلى منه هينزله زي ما هو جوه الستاك، لو هو اقل او يساوي هيطلع اللي جوه وينزل هو مكانه. فعشان هو اعلى فهينزل تاني جوه الستاك، بعد كده هيكمل هيلاقي رقم عادي جدا، بعد كده لقينا ان احنا خلصنا فهيبتدي يطلع الحاجات من جوه الستاك بنفس الترتيب. الترتيب ازاي؟ ان اللاست ان فيرست اوت، يعني الحاجات اللي دخلت الاول هتطلع، او الحاجات اللي دخلت الاخر هتطلع الاول. فعلامة الملتبلاير دي هي اللي دخلت الاول، هي اخر حاجة دخلت فهتطلع الاول، بعد كده علامة البلس. كده احنا بقى عندنا بوست فيكس. طب ده بيتحل ازاي؟ هنحله الاول شفهه كده وبعد كده هنشوف هنحله بالستاك ازاي. طبعا هو هيمشي من الشمال لليمين طول ما هو ماشي، هيلاقي ارقام، اول اوبريتور هيقابله هو علامة الملتبلاير دي، فهيبدأ ياخدها هي والرقمين اللي قبلها. احنا اتفقنا ان احنا بنحل رقمين رقمين، فهياخدها هي والرقمين اللي قبلها يصفيهم الاول 2 في 3 ب 6، بعد كده هيكمل هيلاقي اوبريتور اللي هو علامة البلس، فهياخد الرقمين اللي قبله اللي هو بالنسبة لنا 6 و1 هيصفيهم مع بعض هيبقوا 7. طيب هيعمل الكلام ده بالستاك ازاي؟ هو هنا المرة دي هيبدأ ينزل الارقام او الاوبرنس بدل الاوبريتورز، يعني هو ماشي هنا لقى رقم 1 فهينزله، بعد كده لقى رقم 2 هينزله، بعد كده لقى رقم 3 هينزله، بعد كده خبط في اول اوبريتور فهيبدأ يطلع اخر رقمين دخلوا وينفذ عليهم الاوبريتور دول اللي هم 2 و3، هيطلعهم وهينفذ الاوبريشن هتبقى 6 وينزل طبعا الناتج مكانهم، يعني الاثنين وثلاثة هيطلعوا ينزل مكانهم 6. بعد كده هيكمل هيلاقي عندنا
علامة البلس، فهيبدأ ينفذ الإجراء. يعني إيه؟ هياخد آخر رقمين نزلوا وينفذ عليهم العملية دي. آخر رقمين نزلوا اللي هما كام؟ اللي هما 6 المرة دي وواحد، 6 وواحد، هينفذ عليهم عملية السمشن، هيبقى مجموعهم 7. كده إحنا خلصنا، فهيبدأ يطلع الحاجات اللي جوه الاستاك. آخر حاجة موجودة في الاستاك هي 7، هيبقى هو ده الناتج. يلا ناخد حسبة تانية بسيطة برضو تعزز فهم الموضوع أكتر. نشوف مثلا لو إحنا عندنا حاجة زي كده، 3 في 4 زائد 2 ناقص 1 في 4. طبعا احنا عارفين ان الاولوية للضرب، فهنبدأ نصفي الحاجات دي الاول، بعد كده هنجمع نجمع 2 مع عملية الضرب الاولانية، بعد كده نطرح بقى البواقي من بعضها نصفيهم في بعض. طيب الكلام ده كومبايلر هيعمله ازاي؟ كومبايلر طبعا ما بيدخلش زينا كده في النص، هو بياخدها من الشمال لليمين. فاحنا هنبدأ نمشي واحدة واحدة عشان نحولها من انفليكس لبوست فيكس. الصيغة دي هي انفليكس، عايزين نحولها لبوست فيكس. فهنبدأ واحنا ماشيين كده، هنلاقي 3 ننزلها في 4 اهي، دي كده ايه الأولوية الأولى. طب الأولوية التانية دي هي 1 في 4، فبنكتبها كده عشان طبعا الكومبايلر وهو ماشي بيمشي كده من الشمال لليمين. أول ما هيلاقي عملية الضرب هياخد الرقمين اللي قبلها يضربهم في بعض، بعد كده هنا هيلاقي عملية جمع اللي هي 2، بعد كده عملية الجمع، يبقى هيجمع ايه؟ هيجمع الرقمين اللي قبليهم اللي هو الرقم 2 مع الرقم اللي ناتج عملية الضرب الأولى. بعد كده بقى هياخد الليلة دي مع الليلة دي يطرحهم من بعض، يعني هياخد عملية الطرح دي يطبقها على الرقمين اللي قبليها اللي هو الرقم ده الناتج من عملية ضرب 1 في 4، ومع الليلة دي كلها هي اللي هي ناتجة من عملية 3 في 4 زائد 2. طب الكلام ده بقى هيتعمل ازاي؟ بالاستاك. ادي الاستاك بتاعنا، ونبدأ نمشي واحدة واحدة. احنا قلنا في الخطوة الأولى بنرمي الأوبريتورز جوه الاستاك، في الخطوة الثانية بنرمي الأوبرنس جوه الاستاك. فاحنا هنا في الخطوة الأولى اللي هي خطوة تحويل الانفكس لبوست فيكس هنرمي الأوبريتورز جوه الاستاك. فهنمشي كده، هيلاقي طبعا هو ماشي من الشمال لليمين، هيلاقي الأول 3 ده مش أوبريتور فهينزله زي ما هو، بعد كده هيلاقي أوبريتور هينزله في الاستاك، بعد كده هيلاقي 4 ده مش أوبريتور هينزل زي ما هو، بعد كده هيلاقي أوبريتور. فهنسأل هل الأوبريتور ده أعلى من اللي موجود جوه الاستاك؟ لا، لو مش أعلى يبقى هنطلع اللي في الاستاك وننزله مكانه، يبقى هنطلع اللي جوه الاستاك وننزل الجديد مكانه. هيكمل هيلاقي هنا 2، بعد كده هيلاقي ماينس. هل الماينس ده اعلى من البلس اللي جوه؟ هما زي بعض بس مش اعلى، احنا القاعده هنا انه يبقى اعلى تحديدا. لو مش اعلى يبقى هيطلع اللي جوه الاستاك وينزل هو مكانه، هيطلع البلس اللي جوه الاستاك وننزل الماينس مكانه. بعد كده هيكمل هيلاقي 1، بعد كده هيلاقي اوبريتور. هل الاوبريتور ده اعلى من اللي جوه؟ اه اعلى من اللي جوه، يبقى هينزل عادي جدا من غير ما يطلع اللي جواه. بعد كده هيلاقي 4. خلصنا، هنبتدي نطلع الحاجات من الاستاك بالترتيب اللي احنا عارفينه، ان اللاست ان فيرست اوت، يعني اخر حاجه دخلت الاستاك هي اول حاجه هتطلع، اخر حاجه دخلت اللي هي مين؟ هي علامه الملتبلاير، بعد كده علامه الماينس. يبقى دي كده الحسبه بتاعتنا. تعال نجرب الاول نصفيها شفوي، وبعد كده نشوف هنصفيها ازاي باستخدام الاستاك اللي هو الخطوه الثانيه. هنبدا نمشي من الشمال لليمين، هلاقي ارقام. اول ما بخبط في اوبريتور باخد الرقمين اللي قبله اصفيهم، فانا اول ما خبطت في الملتبلاير ده هاخد الرقمين اللي قبله اصفيهم، 3 في 4 ب 12، بعد كده همشي هلاقي 2 وبعد كده علامه بلس، يبقى هاخد البلس ده على الرقمين اللي قبله اللي هما ال 12 وال 2، هجمعهم على بعض بقى 14. هكمل هلاقي 1 4 في، يبقى هاخد علامه الملتبلاير دي في الرقمين اللي قبلهم اللي 1 في 4 ب 4، بعد كده هلاقي ماينس، هاخد الماينس دي مع الرقمين اللي قبلهم اللي هما كام؟ اللي هما 4 و14، هطرحهم من بعض هيتبقى لنا 10. طيب الكلام ده بالاستاك ازاي؟ خلينا نشوف المعادلة الرئيسية. المعادلة الرئيسية كانت اهي، بعد كده اتحولت لبوست فيكس اللي هي بقت دي. فالبوست فيكس ده بقى عايزين نحله بالاستاك. ادي الاستاك بتاعنا اهو، هبدأ انا برمي ايه في الاستاك المرة دي؟ كنت الاول برمي الاوبريتورز، المرة دي هرمي الاوبرنز يعني الـ الارقام يعني من الاخر. فهبص الاقي رقم، الرقم ده هقوم رميه في الاستاك، همشي الاقي رقم تاني ارميه في الاستاك، همشي الاقي اوبريتور. اول ما الاقي اوبريتور ببدأ اطلع اخر رقمين واعمل عليهم العملية. ليه انا بقول الكلام ده؟ عشان ممكن يبقى فيه اقواس، ويبقى فيه اقواس داخل اقواس وحاجات كده، فانا بطلع اخر رقمين بعمل عليهم العملية. يبقى التلاتة وأربعة دول بطلعهم أنفذ عليهم عملية الضرب اللي هم 12، ودول هينزلوا في الاستاك مكانهم. يعني أنا هفضي من الاستاك الآخر حاجتين دول هطلعهم وأنفذ العملية، وأقوم منزل مكانهم الناتج بتاعهم.
هكمل هلاقي 2 ده بينزل عادي، بعد كده هلاقي هنا اوبريتور، اول ما الاقي اوبريتور باخد اخر رقمين واصفيهم مع بعض، يبقى هاخد ال 12 وال 2 دول هجمعهم على بعض يتبقى لي 14، كل ده كده ايه جوه الاستاك. طيب همشي هلاقي واحدة ينزل عادي، خلينا ايه نمسح نمسح الكلام ده عشان ما نلخبطش. همشي الاقي واحد فهينزل عادي، بعد كده هلاقي 4 هتنزل عادي، بعد كده هلاقي عملية ملتبلاير ف هاخد اخر رقمين اللي هم 4 و1، هنفذ عليهم العملية اللي هتبقى 1 في 4 ب4 وينزلوا مكانهم، بعد كده هلاقي عملية ماينس يبقى هاخد اخر رقمين، اخر رقمين بالنسبة لنا اللي هم الاربعة دي وال14 هطرحهم من بعض هيتبقى لي 10. كده انا خلصت، هقوم مطلع الناتج النهائي اللي طلع لي من الاستاك هطلعه افضل الاستاك، يبقى الناتج بتاعنا 10. دي كده اجراء العملية. طب عايز اسأل سؤال، طبعا لو في اكواس فالموضوع هيتغير خالص، يعني لو عندي 1 زائد 2 في 3 اللي هي اول مثال خدناه خالص هنصفي ال2 في 3 الاول، لكن لو عندي اقواس كده يبقى احنا الاولويه طبعا للاقواس. لكن انا هسال سؤال، طبعا انت سهل جدا دلوقتي تحول من انفكس لبوست فيكس عن طريق الاستاك على خطوتين، ولكن السؤال بقى هو ازاي الكومبايلر بيقدر يجمع الاقواس مع بعض؟ يعني مثلا لو انا عندي حاجه زي كده، زائد او في او اي حاجة مثلا 3 في 3 مثلا، وفي بقى اقواس تانية اللي هي عاملة كده واقواس بقى جوه اقواس وحاجات كده، هو ازاي الكومبايلر بيعرف مثلا ان القوس ده قفلته تبقى دي؟ يعني ليه مش ده مثلا؟ يعني ما ده قوس مفتوح، هو ماشي ماشي اول ما هيلاقي قوس مقفول هقول لك خلاص ده قوس مقفول وده قوس مفتوح يبقى الليلة هنا، لكن لا هو ازاي بيعرف ان القوس ده كده؟ عن طريق طبعا الاستاك. خلاص احنا دلوقتي فهمنا ان الاستاك بقعد ارمي ارمي لغاية ما الاقي قفلة الحاجة مع فتحتها ببدأ اطلعهم مع بعض. ازاي؟ انا ببدأ ارمي الحاجات جوه الاستاك، يعني انا مثلا هبدأ ارمي الاقواس، انا مهتم دلوقتي بالاقواس عايز اقفلها مع بعض، فهبدأ ارمي الاقواس جوه الاستاك، هعمل الاستاك اهو هرمي اول قوس اللي هو ده، القوس ده البير بتاعه اللي هو القوس التاني الكلوز بتاعه يعني ده اللي مفتوح، اول ما الاقي القوس اللي زي ده تمام متصفي مع كل الاقواس اللي شبه ده يبقى كده ايه انا قفلت الدنيا، بعد كده هيلاقي قوس مفتوح فهم منزله جوه الاستاك، بعد كده هيلاقي قوس مفتوح هينزله جوه الاستاك، بعد كده هيلاقي شوية حاجات مش اقواس هتنزل زي ما هي عادي جدا، بعد كده هيلاقي قوس مقفول، فالقوس المقفول ده هيطلع هو واللي شبهه من الاستاك، يبقى القوسين دول كده طلعوا من الاستاك عملوا لي هنا، اعتبر ان دي سب اوبريتور سب اوبريشن او سب ستاك، يعني اعتبر ان الليله دي كده هتتصفى لوحدها، يعني حتى لما هنحلها في الحسابات هنحل الاقواس دي كده لوحدها نصفيهم مع بعض ونطلع الناتج بنفس الطريقه، هنمشي من الشمال لليمين ونحطه بقى في الاستاك والكلام ده لغايه ما تطلع الناتج بتاعنا في الاخر 3. طيب هيبدا ياخد القوس ده، احنا خلاص الاقواس دي اتصفت، هياخد القوس ده هيصفيه فين؟ مع القوس اللي تحت منه. تمام، انا لو وقفت عند كده يعني لو قلت له الاكسبريشن بتاعي لغايه كده هيقول لي ان الاكسبريشن ده غلط، ليه؟ عشان في قوس اهو مفتوح لسه ما لقاش البير بتاعه، هيفضل بقى يفتح ويقفل يفتح ويقفل لغايه ما يلاقي اخر قوس اللي هو ده، اخر قوس ده لما هيروح مع القوس الوحيد اللي متبقي هيروحوا بعض هتلاقي الاستاك فاضي. فانا لو عايز مثلا اتشيك اذا كان الاقواس دي مظبوطه ولا لا، يعني كل قوس مفتوح قصاده قوس تاني مقفول وشبهه، يعني مثلا لو انا عندي حاجه زي كده ده غلط عشان القوس ده مش قفلته، ده لو انا عندي حاجة كده مثلا ده غلط برضه عشان القوس ده مش قفلته ده. طب ازاي بعرف ان هو صح؟ ان الاقواس المفتوحة والمقفولة بتعرف تقعد تصفي بعض لغاية ما اخر قوس بيصفي مع اول قوس خالص وبيطلعوا هما الاتنين بره الاستاك وبلاقي الاستاك فاضي، يبقى انا لو لقيت حاجة متعلقة جوه الاستاك معناه ان ده قوس مفتوح ملوش زميل. تمام، ممكن الاقي بقى اكتر من قوس، يعني ممكن الاقي الاستاك بتاعي عامل كده يبقى عامل كده وعامل كده مثلا، يبقى ده معناه ان في قوسين مفتوحين وما اتقفلوش، في اقواس بقى جوه قفلوا مع بعض وروحوا مع بعض بس القوسين دول ما اتقفلوش، ممكن الاقي حاجه زي كده قوس مقفول مفتوح اهو قوس تاني مقفول بس مش شبه بعض عشان كده ما روحوش بعض، يبقى طول ما الاستاك مليان يبقى الاكسبريشن فيها مشكله، اول ما الاقواس تروح بعض يعني لما الاقي القوسين دول بقوا شبه بعض
بس معكوسين، يعني واحد اوبننج برينثيسيس مثلا والتاني الكلوز بقى بتاعه، فبيروحوا بعض بتلاقي الاستاك فاضي. يبقى انا ازاي بتشيك على البرينثيسيس او الاكواز دي؟ عن طريق ان انا بقعد اصفي، برمي طبعا الاكواز جوه الاستاك وبطلع الحاجات اللي شبه بعضها وبصفيهم. اول ما الاستاك تبقى فاضيه تماما يبقى انا كده الاكسبريشن بتاعي صح. طيب لو انا بقى عندي حسبه زي دي بعملها ازاي؟ اول ما بلاقي قوس قدامي تمام، بعتبر ان الليله دي لغايه ما بلاقي القوس اللي شبهه اللي بيفضي لي بقى الاستاك، بعتبر ان العمليه دي عمليه فرعيه لوحدها، وباخدها واصفيها تماما، واقوم واخد الرقم النهائي بتاع الليله كلها بحطه مكانها. يعني انا جوه الاستاك كده انا ماشي لقيت مثلا ارقام، نقول 1 + 2 زائد بعد كده ما بين قوسين 3 + 4، طبعا من غير اكواس كده كده هطلع نفس النتيجه. بس تعال نشوف، لو لقينا 1 + 2 هيبدا يمشي 1، وبعدين هيطنش الاوبريتور، بعد كده هينزل بقى ايه الاثنين، او هيبدا الخطوه الاولى طبعا ان هو هينزل او هيسقط الاوبريتورز الاول في الاستاك، وبعد كده هيبدا يحل. يعني انا دلوقتي هبقى مهتم ايه بالاوبريتورز الاول، فهلاقي 1 بعد كده زائد بعد كده 2 بعد كده زائد تاني مش اعلى من اللي فاتت، فهيطلع دي وينزل دي مكانها، بس الاثنين زي بعض طبعا فمش هتفرق. بعد كده هيبدا يلاقي اقواس، الاقواس بتنزل زي الاوبريتورز بالظبط، بس هيقعد يصفي بقى يطلع ارقام ويدخل ارقام وينزل اوبريتورز جوه الاستاك لغايه ما يلاقي قفله القوس بتاعه. هياخد بقى الليله دي كلها يطلعهم كلهم مره واحده من الاستاك ويحلهم مع بعض تمام، يحلهم ايه كانها مساله لوحدها خالص، ويقوم واخد الرقم ده كله اللي هو 3 + 4، في الاخر هيبقى 12. يبقى هيقوم شايل بقى الليله دي كلها وحاطط مكانها ايه 12. كده احنا فهمنا الكومبايلر بيفكر ازاي. احنا كبشر نقدر ندخل من جوه المساله ندي بصه كده نشوف ايه الاولويات، بنصفي كل حته لوحدها، يعني بنجمع الاتنين في 3 دي بنجمعها لوحدها، بعد كده الواحد ده بنجمعه لوحده، بعد كده بنقعد بقى نصفي نصغر عمليات حسابيه، ناخد الناتج بتاع العملية دي مع الناتج بتاع العملية دي ونصفيهم، بعد كده ناخد النتيجة مع الناتج اللي طالع من الناحية التانية ونصفيه، وهكذا. الكومبايلر ما بيشتغلش كده، الكومبايلر ماشي واحدة واحدة من الشمال لليمين. فبيعمل خطوة، بيعمل خطوتين، أول خطوة إنه بيحول من الانفكس سينتاكس للبوست فيكس عن طريق الستاك، في اللحظة دي بيسقط الأوبريتورز جوه الستاك. بعد كده لما بيحول بقى عندي الصيغة بتاعة البوست فيكس بيبدأ يملى بقى في الاستاك تاني، بس المرة دي بيحط ايه، المرة دي بيرمي الاوبرانز جوه الاستاك. بس ارجو بقى ان الدرس يبقى سهل جدا، واحنا كده ايه يعني خلصنا يعتبر واحدة من اهم المشاكل بتاعت الداتا ستراكشرز. والسلام عليكم ورحمة الله.